FM صابر وبرا. أهلا وسهلا بكم في صابر وبرا، فقرة من قارعة الطريق. يا جماعة، قالك الراجل البنجيكي طالب قالك بتعويض رسمي على فترة الإيقاف اللي شدها رواه، قالك ركيبه وشعوه بالوقوف، وهو كان ناوي على القاعدة، ونحن في بالنا كيشدوه على قضية إرهابية باش يعديوها القعود، يا أخي طلعوا جماعة حطوه في الوقوف. ممكن حتى يسقلوا الرئيس البنجيكي هذا يا رواه، ناجم يقدم مبادرة هو زادة، مبادرة البنجيكي لتحويل السلاح البلاستيكي. قالك حتى قالك باش يعملوا مقترح قانون أنه يقحموا البنجيكي هذا ضمن قائمة جرحى ثورة، وقالك جرحوا له الكادرة. هذا سألوه البلجيكي هذا في التحقيق، قالوا له تاوتي علاش جبت له عب لتونس؟ قالوا ما عندكم شعب يحب اللعب. أما توا السلاح اللي لقاوه في الكادرة وقلتوا لنا له عب نمشي معك، يقول الباسبورات شنية كرنيات الكريتي بتاع البنجيكي والبومبا غاز مطارات دوران بتاع البنجيكي. يصيد يفوح بالبومبا غاز دبر فيه انت والكرتوش الحي اطلع بكم فاتل بتاع البنجيكي. قالك بعد فرحوا به قالك بعد ما تعب البنجيكي استراح في القضاء قالك، وحتى جماعة الديوان عايتولو زاد استراح عندهم، وزاد رئيس المركز شد صحيح قلم باللازمة لما يجي يستريح قلم عندي أنا زاد، وحب هو يكمل استراحته في الوزارة يا أخي الوزير ما حبش، قال ما عنديش بلاصة في الغريمات. ومش كان البنجيكي قالك الاتحاد الأوروبي ما يستريح كان عنده يا سيدي تفهمش أنت، أوباما قالك يبدأ طاير بالطيارة فوقنا يقول تو نحس في روحي قاعد استريح أنا. في هذا البلد المريح يا أخي، يا أخوي نحن بلد الاستراحة الدائمة بصراحة، في الطرود تلقى استراحة المسافر، نحن كاتبين علينا بلاكة استراحة العالم الأول. تحليق ماء للسبيل، بحيث البنجيكي توا طالب تعويض على 6 أيام إيقاف، وربي سي حاتم وانت مكة ماتي ناشط قلت نحكي لك بالك ديبانيني ومالك وماك تعرف أمورنا فيري تونس، فأنا هاني حكيت لك المعضلة قلت نجمشي تشوف لي حل. وبالمناسبة مدامك معايا حاتم الحاج باش نعطيك طلعة، قال ثم واحد يحب روحه يا أخي روحه ما حبتوش، وهو بناتنا إيش من روح يا أخي، قال لهم كان روحي مش قبلتني وين عندي نروح، غزرت له روحه قتله سمحني توعدها روحي راو يا أنا روحي مش حملتها مش نحملك أنت يا روحي، يا أخي غزته روحه وقال ناري نعلى روحي خش يا روحي على القايلة لا توكلك البقلة، وقال توا يا روح ما بعدك روح علاش نوصل في روحي، والواحد كي ما يعطيش قدر روحه يتخلط من الأرواح، ولا هز روحه وعمل روحه مولى الدار مشوني وتلفت الروح وقال لها تروح رهز وأنا هاني صابر وبرا.